مين رقم اثنين؟ مين من اللي عنده رقم اثنين؟ انا طبعا انا. لا انت طالع رقم اثنين. لا كم سبقت طال عمرك بكبر السن. ابدا انت والدنا. تفضل. الله يسعدك. تفضل. انا الموقف اللي جاء عندي. تفضل اقضى. اللي هو المطعم. الموقفك في المطعم. موقفك مع المطرب في المطعم. مطرب المطعم. الشباب لهم حق. خلاص هو اخذ الدور. الان سبحان الله كنا بلد عربي ومعزومين في مطعم عند واحد. احنا ضيوف. كان المطعم لبناني والمطعم ما كان يقدم خمر بس مشويات. تخبر المطعم اللبنية أكلهم جميل. فدخلنا حاطين لهم مطرب ماسك العود. بعضهم يشغلوا موسيقى في السقف، بعضهم مسجل، بعضهم عود. هذا حاط العود. يوم قعدنا شوي ولا أنا ما أقدر أسوي شيء. ما أنت في بلدك، أنت ملزوم وضيف ومحرج، وش تسوي؟ وجعلني بدنا نتغدى. قال أسقني خمرا، أعطني خمرا خمرا خمرا. أنا سبحان الله في خاطري أقول يعني الرجال لابد يكون له كلمة تنفع عند الله، ما بصمة على قوله. أني ما أروح إلا حط كلمة زينة تنفعني إن شاء الله. فالقرصون اللي قاعد يحط الأكل، تسمعني يا أبو عبدالعزيز؟ أيوه معك. القرصون اللي يحط الأكل. أيوه. تبي ياخذ لك اياها انا؟ الله يسعدك. الله يطول عمرك. الله يسعدك. ها كم؟ 200. كم السكر؟ 200. اي كلك حلا ما شاء الله. شوف لسانك انت حلو اصلا. تقطر حلا. الله يطول عمرك. على عمرك. ف قال قلت للقرصون، قلت له يعني معليش ممكن اقول طلب؟ قال تفضل. قلت له الاجود ذا اللي صاحبكم اللي رفيق اللي على العود قاعد حط له زي منصة دكة كذا، وما عنده شيء غير خمر. هو يقول خمرة ما عنده تفاح، برتقال، رمان، عنب، أي فاكهة ثانية تين معلق. قال لي أبشر، وهو قاعد يباشر غمز لذاك. سبحان الله بسرعة فهمها. طبعا هو شايفنا احنا جايين، طبعا هم كلنا لابسين فرنجي بس باين احنا خليجيين. قال مش قلب الرجال على طول، سبحان الله على طول وصلت قلب محمد عبدو. ابعاد كنتم وحنا في غربه بعيدين عن اهلنا، ابعاد كنتم ولا. وقام يغمز لي، شافنا في غربه قام يغني اغاني غربه. هذا قلب عليكم مسد بركات. قلب الاستوان الله يحييك. اهلا وسهلا يا ابو عبد الله. اهلا وسهلا. مرحبا. صاحب السمو الامير نائب بن عبد العزيز ال سعود. طيب اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله. الله يحييك. يلا حيه. المهم طال عمرك الرجال المغني قام قلب خليجي. يا سلام. وانا ناظر اشوف الوضع اختلف. انا ناظر ابتسمت انه الحمد لله استجاب، يعني على الاقل انه في شر دون شر يعني. ها قال اي يعني في شيء، تعرف الشر درجات. ها قام يغمزني يقول لي ها وش رايك؟ يقول لي قلت له اشوف شوف. عاد يوم جينا ظاهرين من المطعم قلت لخوي عطه مكافأة، يعني عطه بخشيش، وقل له يقول لك ليتك تدور لك على عمل أحسن من هذا. نصيحة. إيه.